السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير يا متابعيني. طبعا زي ما قلت لكم اليوم تابعوا سنابي حتلاقوا شيء جميل ورائع جدا. ليش؟ لأنه المطعم اللي ورايا زي ما انتم شايفين هذا الريليش اللي موجود في السبهاني أغلق أبوابه مع أزمة كورونا، واليوم فتح أبوابه للخير. كيف يعني؟ يعني اليوم ما حيقدم وجبات ريليش اللي معروفة، حيقدم وجبات ريليش الخيرية، حتكون للأسر المتعففة وللمحتاجين عن طريق إمارة منطقة مكة المكرمة. واليوم حيقدم 1000 وجبة للجنة السقاية والرفادة التي يترأسها الأستاذ محمد مهدي الحارثي والأخوان معاه مصلح المحمادي والأخ محمد الإدريسي. حتشوفوا إن شاء الله بعد كم تقريبا دقيقة أو نص ساعة أو ساعة الأمارة حيجوا إن شاء الله يتواجدوا في هذا الموقع، وحياخذوا إن شاء الله الوجبات ويسلموها للأسرة المحتاجة والأسرة المتعففة. الله يجزاهم خير ريليش على المبادرة الطيبة. وحندخل طبعا عشان نوريكم كمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما انتم شايفين جهاز لأخذ الحرارة قبل الدخول المطعم. تفضل يعطيكم العافية. طبعا هذا الشيء مهم جدا لأي أحد حيدخل المطعم اليوم، سواء من الأمارة أو سواء من اللجنة أو سواء من الناس اللي حيجوا إن شاء الله ويبادروا في هذه الحملة. عليكم السلام، أهلا وسهلا. أبشر. طيب أجيكم دقيقة تتابعيني، لأنه زي ما انتم شايفين لازم أعبي كمان بياناتي ويفحصوني وتكون أموري تمام، بعد كده حطلع المطبخ إن شاء الله أوريكم هو. طيب عبينا الاستمارة وخلصنا من الإفصاح، ودحين حندخل المطبخ حوريكم مطبخ ريليش. طبعا زي ما أنتم عارفين المطابخ عامة ما فيها الأسلوب ده، زي ما أنتم شايفين هنا منطقة تحضير الخضروات كل شيء طبعا مقفل، منطقة تحضير السلطات، منطقة تحضير اللحوم كلها مقفلة الآن وما في شيء منها شغال للإجراءات الاحترازية. شغالين ريليش الآن لوجبات اللي هي برا بمكة، فقط في غرفة واحدة بيجهزوها عشان الإجراءات الاحترازية وعشان منع انتشار فيروس كورونا لا قدر الله. طبعا زي ما انتم شايفين بيسووا الوجبات ساخنة وحارة زي ما انتم شايفين، وحتى الدخان ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيكم ألف عافية وشكرا يا شيف وليد. مرحبتين. والله يديكم الأجر يا رب، وإن شاء الله بإذن الله ريليش كمان نشوفه إن شاء الله بيغطي مكة كلها والأسر المتعففة كلها والأسر المحتاجة كلها، وإن شاء الله يا رب يكون في ميزان حسناتكم وميزان حسنات كمان أمارة منطقة مكة والجمعيات الخيرية اللي بتقدم المبادرة هذه لكل المواطنين والمقيمين اللي موجودين في المملكة العربية السعودية وخاصة أهل مكة. ودحين زي ما أنتم شايفين جاءت جمعية إكرام لحفظ الطعام بأمر من لجنة السقاية والرفادة بإمارة مكة المكرمة لاستلام وجبات ريليش للأسر المتعففة والمحتاجين، طبعا تحت مسمى حملة برا بمكة. حملة برا بمكة طبعا حملة من الأمارة قام بها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين الله يجزاه خير، والحمد لله طبعا جمعوا عدد كبير من الوجبات والسلال الغذائية لمساعدة الأسر المتضررة من هذه الجائحة أو أزمة كورونا. والآن يتم تسليم الوجبات لجمعية إكرام لحفظ الطعام طبعا تحت مسمى حملة برا بمكة، ومتواجدين طبعا قناة الإخبارية المذيع تركي الأحمري والشباب من القناة السعودية الله يجزاهم خير لنقل هذا البث، وحث الناس على التبرع للأسر المتعففة والمحتاجة تحت حملة إمارة مكة المكرمة برا بمكة. طيب مساكم الله بالخير، شايفين الأستاذ الحلو الجميل أبو بدر، هذا الأستاذ تركي الأحمري طبعا مذيع في قناة الإخبارية، وشفتوا البث المباشر في الإخبارية قبل 5 دقائق تقريبا كان منور. الله يعطيك العافية أسامة، أنت منور. الله يسعدك يا رب. دكتور أيمن ودكتور أحمد، وشكرا لكم على الاستضافة، وإن شاء الله يكون قدمنا رسالة يعني جميلة للناس والمجتمع كله بإذن الله، وإن شاء الله الجميع يتبرع ويساعد الأسر المتعففة تحت حملة برا بمكة وبأي طريقة ثانية بإذن الله. صحيح، أعطيك العافية أسامة.